الفلاحة والتشغيل والعلم القروي في قلب اهتمام النسخة 14 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب. الدورة تأتي لترجمة دعوة العاهل المغربي إلى انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية عبر خلق أنشطة جديدة مدرة للعمل والدخل في القطاع، وخاصة بالنسبة لشباب العالم القروي. الصاحب جلالة الله ينصره في الخطاب ديالو تكلم يعني في واحد الشق كبير على القضيه ديال التشغيل ديال الشباب وفي الميدان الفلاحي ولي زوبورتونيتي اللي الفلاحه يمكن تعطي للمستقبل للشباب. فيمكن لنا نقولوا بانه فعلا هناك امكانيات ان شاء الله غادي تكون موجوده، لانه كاين واحد العدد ديال الاشغال والتنظيمات اللي هي تعملت اليوم واللي خصها الخدمات، وهذه الخدمات يمكن يكونوا عن طريق كوبيراتيف، عن طريق ديزاسوسياسيون، كذلك عن طريق يعني التشغيل العادي المقاولتي. وتستقبل نسخة هذه السنة أزيد من 1300 عارض يمثلون 63 بلدا، وهو رقم يمثل بحسب المنظمين ثقة دولية في الملتقى كأحد المواعيد الفلاحية المهمة على الصعيد الدولي. سويسرا تحل هذه السنة ضيف شرف على الملتقى، والهدف الاستفادة من خبرتها العالمية في مجال التنمية الفلاحية المستدامة والشمولية. الحضور للمعرض الفلاحي بالنسبة لنا هذه السنة له أهمية خاصة، حيث لدينا هنا جناح سويسري به أعضاء من الحكومة والقنصلية والشركات أيضا، وهذا شيء سنكرره كل سنة لكي نعزز تواجدنا هنا بالمغرب، لأننا وقعنا للتو على شراكات تعاون قيمة مع العديد من الفاعلين. ويعد تربع الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب على رأس ملتقيات الفلاحة بإفريقيا عنصر جذب لكثير من بلدان القارة للبحث عن خبرات جديدة في مجال الفلاحة وأيضا لتسويق منتجاتها. نحن بحاجة ماسة لمجموعة من التقنيات التي اكتشفناها هنا لكي نستفيد منها على مستوى الابتكار، كما نحتاج أيضا إلى أن تكون منتوجاتنا حاضرة هنا في السوق المغربية لكي تلقى الإقبال. فمنتجاتنا لها جودة كبيرة ونريد تسويقها، كما أن لنا خلايا نريد تقوية وجودها هنا في هذه السوق. ويرتقب أن تعرف الدورة أزيد من مليون زائر ومشارك خلال الأيام القادمة للتعرف على أقطابه العشرة التي تعد فضاء لربط الاتصال بين مختلف الفاعلين في سلسلة القيمة الفلاحية.